جنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه البخاري. وبعد أن تعاد روحه في القبر يأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وعندما تأتي مرحلة النفخ في الصور يخرج الناس أشتاتا فزعين، وتدنو منهم الشمس، ويصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فإن العبد المؤمن الذي عمل الصالحات يبعث آمنا، وتتلقاه الملائكة تبشره، ويكون في ظل عرش الرحمن، ويسقى من حوض الكوثر شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، ويحاسب حسابا يسيرا، ثم يصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض مصداق قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون.